فورزا ميلان. الكل في انتظار سافرة البداية أمام الريفو ريفالدو. ريفالدو برازيليانو، ريفالدو مع الثالوث رونالدينيو رونالدو ومونديال 2002. الريفو كورة لصالح ميلان لخالد حسين، مركور كمون السكسات أحمد سعد، سعد مركور في السار مع انطلاقة المغربي محمد المغربي. يتقدم المغربي، يلعب كورة عند خالد حسين للسكسات، الطاير كورة السكسات، هذا السكسات أحمد سعد للطاير، أخطر كورة ليبيا تمناها بالشبكة أحمد سعد، حتى وإن كانت في الودية مباراة ودية ولكن في شبكة عملاق في شبكة حارس مرمى كبير ديدا. كرة لصالح سيرجينيو لريفالدو، ثاني زيارة لريفالدو لهذا الملعب. 2007 لقاء ودي للأسطورة الليجند أولمبياكوس مع الاتحاد الليبي، مباراة اعتزال المرمي والمرمي، هذا انطلاق للباك ميلان أوليفيرا، أوليفيرا يسجل يسجل 1-0 للباك ميلان. أوليفيرا البرازيلي، أوليفيرا الأولي جول، أوليفيرا الملقب بلاسامريزا ديال جول، ابتسامة الهدف، يسجل أوليفيرا 1-0 تقدم البيك ميلان. كورة أمامية انطلق من خلالها ريكاردو أوليفيرا، سدد كورة صعبة رسم العبود أمامنا أوليفيرا. شوفوا الإعادة، أوليفيرا لعب مع ميلان موسم 2007-2008، فأين منه المهرب؟ كرة ثابتة المدفعش يونس، سجل أهداف عديدة يونس، يونس يرجع ذكريات لأهداف من هذا المكان، سبت يونس ترجع من الدفاع، ترجع كرة لصالح الشعري تتمرر عند المغربي محمد المغربي، ماشي بالكرة يمرر لأحمد سعد، أحمد سعد، أحمد سعد، كرة ممتازة كبور الوطبو أحمد سعد، لم تكتمل، تبادل كرة ممتاز أحمد سعد ولمسة ممتازة من كمونة، تفاهم وانسجام. شوف الإعادة، لم تكتمل يا سكزاك، أحمد سعد في ثاني محاولة ليبية، أمامنا هذه اللقطة، أمامنا اللقطة فنية رائعة. تمرير عند ريفالدو، ريفالدو للسيدرف كلارنس، سيدرف ينطلق بالكرة، سيدرف، سيدرف ترجع له، سيدرف يمر وضربة جزاء يحتسبها وحيد، ضربة جزاء لميلان بعد عرقلة تعرض لها سيدرف، سيدرف دائما يضيع، دائما يضيع ضربة جزاء مع ميلان مع هولندا، ضيع مع المنتخب الهولندي ركلة جزاء ربع نهائي أمام فرنسا، لما ترشح منتخب فرنسا بركلات حتى في نهائي تشامبيونز ليج 2003، ضيع سيدرف على الرغم ان ميلان توج باللقب. ريفالدو، ريفالدو امام عبود، ريفو، ريفو سجل ريفالدو، كره اليسار عبود 2-0، ميلان يتقدم على صعيد النتيجه. الريفو ريفالدو البيبو تقدم، سمير عبود ايام العز من اكثر الحراس تسبب الركلات مع الاتحاد مع المنتخب. هنا كره تلعب كره في وسط ميدان عند سيدرف، سيدرف يمر لريفالدو، ريفالدو، ريفالدو يتقدم الكره، ريفالدو، ريفالدو بينيه يمرر، فرصه لميلان والثالث بلمسه واحده ذكيه بالشبكه، صعب على سمير عبود ثالث الاهداف، كورة في الشبكة. شوف الإعادة، بلمسة واحدة الكورة في الشبكة، ييغو فوسير كورة أرسلها في الشبكة. شوف الإعادة كيف تعامل مع الكورة، هيدا تواجد موسم 98 مع ريغو ساكي. ينطلق الان الشوط الثاني، ريفالدو مش بالكرة، حاول مرور تقطع الكرة ترجع ليبيا، كرة تعود لخالد حسين مباشرة المرمى مع انطلاق الان ليبيا،
بريس مكراز، بريس ماشي بالكرة، بريس مكراز يمرر لكارا، ترجع للسكساك أحمد سعد، أحمد سعد، أحمد سعد تبقى الكرة معاه، أحمد سعد يرجعها الوراء، خالد حسين يسدد، خالد حسين والسكساك جول، ترجع عند كارا ضاعت، ضاعت فرصة هدف محقق بعد المحاولة الليبية. شوف الإعادة، المحاولة الليبية، خالد حسين يسدد، تصطدم بمدافع ميلان تابع أحمد سعد، ترجع من القائم أحمد سعد، 2009 في كوت ديفوار، هيدي المباراة الكبيرة منتخبنا، الفوز على مصر 2-1، كورة من خالد حسين، خالد حسين، خالد حسين يمرر لنادر كارا، خالد حسين بالشبكة جول، خالد حسين يسجل في مرمى تيدا كامورا، وكورة في شباك الروسونيري في شبكة الديافولو، الجمهور يحتفل بهذا الهدف، خالد حسين يصل لشباك ميلان، أول هدف ليبي في ملعب طرابلس بعد افتتاح، بعد إعادة الافتتاح، خالد كمونة تاريخ مع منتخبنا ومسيرة طويلة مع النادي النصر، نادر كارا، خالد حسين في الشبكة الجديدة، شوف الإعادة لونتو وخالد حسين في الشبكة، وعقيلة نشوطة و سويح في التسعينات، كرة لصالح ميلان بانطلاق لمصلحة الديافولو، ريفالدو، ريفو ماشي بالكرة، ريفالدو، ريفالدو مع يونس، خداها الشيباني، يونس الشيباني، تعود لمصلحة لميلان، وصافرة وحيد تعلن انتهاء مباراة حاجي، وين الشعر يا حاجي، وين تغير الشكل حاجي تماما، وهذا بكاري سانيا لاعب السابق لارسنال، رباطية جمال بنوار العيساوي، ابراهيم المعداني، الشيخ بوبكر، تجربة احتلافية في ايطاليا مع الانتر موسم 2003 2004، هذا علي رحومة، انطلاقات علي رحومة، علي رحومة سميتها في سنوات اوفر مارس، يرجع كورة علي رحومة، تلعب عليه بلمسة، تلعب الان للوراء مع انطلاقة ليبية، علي رحومة يرفع كورة، علي رحومة رصية عند الزوبي، العب طارق دياب كاس فريق 82، العب روجي ميلا ايضا بنفس البطولة، وماجير عصاد وبلومي، هذا الصيفي، صيفي، صيفي، رفيق، رفيق صيفي مرر، زيدان، ايباي يا زيدان، مباريات تاريخية، العب دور كبير الجمهور في انتصارات منتخباتنا وانديتنا، كرة للصالح نجوم افريقيا والعرب، التسديد والتصدي من عبود، عبود امام فاديكا، امام الحاج ضيوف، عبود اللي فاز على السنغال في كان 2012، سمر شب، هنا تسديده من بعيد، كانت ان تغالط الزوبي، بالحاج لاعب سابق للمدينه ولمنتخبنا نصر، الانديه المعروفه الاهلي والاتحاد، كره لصالح، صيفي، 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 صيفي مرر للحاج ضيوف، حاج ضيوف، حاج ضيوف، رفع الكوره منطقه الجزاء، تمر تمبا الى ضربه مرمى، بكاري سانيا حاول وصول الكوره لمصلحه فريق نجوم افريقيا والعرب، بكاري سانيا للحاج ضيوف، حاج ضيوف السنغالي، مر كوره ود التيرانكا، بكاري سانيا، بكاري سانيا، حاج ضيوف، تبقى المحاوله قائمه والهدف، يسجل زيدان، زيدان يوقع الهدف، محمد زيدان استغل الكرة، كرة في منطقتنا، تهيئ تمام هجمة أمام الحاج ضيوف، يخت الشعري وزيدان ياخذ كرة ويسدد، سدد بقوة، ما يرحم زيدان، زيدان اللي لعب في ألمانيا مع بريمن مع ماينز مع بوروسيا دورتموند، الجمهور نور الدين النيبت، نيبت العملاق، نور الدين ولد الواك، ولد الويدات، مع الكناري نون في ملعب لابوجواغ، مع سبورتنج لشبونه وسنوات العز مع الديبور، اختمها مع توتنهام، الحاج ضيوف يمرر،
لصيفي، صيفي الصيفي، رفيق، رفيق تصدي من عبود، محاولة قائمة بالسجل حشي، مصطفى حشي يوقع على ثاني الهدف. حشي هو الكرة في الشبكة، حشي اللي عنده هدف أسطوري، هدف خرافي كأس أفريقيا 98 في شبكة الحارس نادر السيد في واغادوغو. 2-0 الآن، كرة من الصيف تصدي من عبود، وحشي حشي لعبه الآخر مع ديبور كوفانتري أستون فيلا في إنجلترا فترة قصيرة مع إسبانيول. كرة ذهبية مصطفى حشي، لا علاقة، لا علاقة له. هاي كرة ترجع، شكر السعلاني للزيدان، زيدان كرة تبقى، تمرير عند زيدان، زيدان يسدد والهدف الثالث. صعب على السمير، 3-0. شوفري عاد التسديد، صعب على السمير عبود، 3-0. كرة من السمير سعيد، تمرير عند صيفي، صيفي 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 يستعر الصيفي، صيفي والتدخل الأخير من ساسي، ساسي لقطة فنية من صيفي، حاول مرور رفيق صيفي، من الصيفي، صيفي لاعب المحبوب في الجزائر من جمهور المولدية. صيفي كرة ترجع لورا، تمرير من بدرة عند زيدان، زيدان يمرر، فرصة لنجم افريقيا تضيع، ضياعها الزعلاني، ميرسي بوكو زعلاني. نلعب في اخر اللحظات، كرة ترفع منطقة جزاء منتخبنا، التسديد من السامر إلى خارج الملعب، وفي هذه اللحظة تأتي صافرة النهاية.